احنا عايزين نشوف طارق الاول، نشوف الحاله دي وايه اللي حصل، قولي بقى فيها الاول كده في عجاله. نشوف الانجاز الاول يعني. احنا كده. طارق ده كان سنه 53 سنه، وكان مصيب، كان عنده، ما كانش متجوز تقريبا، ما 53 سنه وما اتجوزش، من الفقر اللي فيه، من الفقر اللي عنده وظروفه الصعبه، وكان برضو مريض، كان عنده سيوله في الدم، وكان عنده رجل قصيره. فاحنا ربنا قدرنا، جبنا له 1000 قطعه، ما يقرب من 1000 قطعه ملابس، وجمعنا له مبلغ 5000 جنيه علشان ايجار المحل اللي هيفتحه، وان شاء الله متابعين معاه. الملابس دي جديدة للمحل؟ طبعا. يعني انتوا عملتوا له، طب انتوا ده مصورونه صوت وصوره؟ طبعا. طب تيجي نروح نشوفه؟ يلا بينا. يلا صحتهم وعافيتهم وشيل المرض من جسمهم، وربنا يخليهم يا رب للغلابه، وربنا يبارك لك استاذ حسن، ربنا هو يخلي المؤسسه والمكملين عليها اللي وقفوا صح معنا. طيب ده مبلغ 5000 جنيه اهوت، علشان لو انت هتاخد محل تحط فيه بقى شويه الملابس وتبتدي تشتغل واحده واحده كده، تبدا وهتكبر ان شاء الله باذن الله، بحسك وبحس المؤسسه وبحس الناس. احنا جايبين لك لبس اطفال على حريم على رجالي، تشكيله من كل من كل حاجه، يعني ما يقرب من 1000 قطعه ملابس. وده اللي قدرنا عليه يعني، ولو ربنا مدينا كمان يعني هنعمل اكتر من كده. ربنا يبارك لكم ويصحكم ويعافيكم، وشكرا يا استاذ حسن على اللي انت وقفتوا معايا وعملتوا معايا، وربنا يبارك لكم. الحمد لله والشكر لله ولكم. كنت مصدق ان احنا نقف معاك؟ لا ربنا، والله بترن بقى بقوله وهو ما سجله ومشي والله. بس الحمد لله، والله الفرحه مش يعني. بصراحة الفرحة والحاج طارق والإنجاز اللي عملته مؤسسة أهل بلدنا بجد، إيه ده يا أستاذ حسن؟ شوفي الناس بعد ما هو أنت كنت جايبه يائس ومتضايق وكاره الدنيا وحياته والاكتئاب اللي كان ظاهر عليه، للفرحة وفرحته بالحاجات اللي حضرتك. جت منين فكرة الملابس وجمعتهم إزاي وفي قد إيه؟ هو اولا احنا بنشوف المكان اللي ينفع فيه المشروع، يعني انتوا دايما كنتوا دايما تقولوا ايه، هنجيب كشك ونعمل سوبر ماركت. طبعا اول مره بيتهيألي موضوع الملابس، احنا بنبص للمنطقه اللي قاعد فيها طارق. لو في جنبه محل ملابس ما بنعملوش ملابس، بنعمل حاجه تانية. فاحنا بندرس المكان اللي موجود فيه وساكن فيه الحاله نفسها. فطارق احنا المنطقه بتاعته يعني ما فيهاش محلات ملابس، فاحنا فكرنا في ده. انا نزلت انا والجروب بتاع المؤسسه بنشتري ليه والناس تانية، مش لطارق بس، كمان بننزل المحله بنجيب كم كبير من الملابس جمله علشان تبقى الاسعار قليله، بننزل العتبه برضو بنجيب كم كبير وبنجيب تشكيله، بحيث ان المشروع يشتغل، اللي مش عاوز ده هيلاقي ده هيلاقي ده. وكل حالة بنحاول نجمع لها اكبر عدد. بتجمعوا بقى من المصانع وكده ولا بنجيب جملة؟ بنتعامل مع مصانع وشركات جملة، علشان اللي يهمنا برضو ان السعر يبقى قليل والخامة نظيفة، يعني ويقدر يحقق ربح يساعده على المعيشة عشان يكسب. زائد ان احنا بنجمع كمان مبلغ علشان ايجار المحل، نقدر نسد له 5-6 شهور من الايجار على ما يشتغل ويكسب وكده. طيب استاذ حسن بقى، يعني انتوا خلاص عملتوا المشروع وجبتوا الملابس وكده،
طيب هو لما يبيع وكده انتوا عرفتوه برضو ينزل يجيب منين؟ بنتابع أو معاه يعني بتتابع لما بيخلص ال 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 حد منكم او مندوب او كده تبع مؤسسة اهل بلدنا بيعرفوا بقى يجيب من هنا؟ بتروحوا تتواصلوا معاه عملت ايه عايز ايه؟ بتروحوا برضو تكملوا اللي انتوا بنتوه بمعنى طبعا صح؟ طبعا وفي حالات بنقعد معاها بالسنة يعني احنا حالة احنا شغالين معاه بنعالجه لحد دلوقتي بقالنا 7 شهور معانا حالة بنعالج فيها عنده شلل وإن شاء الله الأيام الجاية هنعرض عليها فإحنا اللي ما كانش ليها علاج حقن خلايا جذعية فإحنا ما بنملش هو ده شغلنا يعني إحنا ما بنملش ممكن نقعد بالسنة متابعين مع الحالة لحد ما نتأكد إن هو وقف على رجليه وبقول للسادة المشاهدين أي حد عنده مشكلة يكلمنا على أرقام تليفونات البرنامج أنا بقعد يوم الجمعة أي حد عنده مشكلة وأي حد عايز يتبرع لمؤسسة أهل بلدنا أو شايف ان الحالات اللي بنعرضها محتاجة التبرع طبعا ما تتأخروش والأرقام ظاهرة على الشاشة انا بقعد يوم الجمعة يوم اجازتي بسمع كل مشاكل الناس فبقول للسادة المشاهدين اللي عنده مشكلة ان شاء الله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يكلمنا على الأرقام دهيت وانا بسمع بنفسي مشاكل الناس لان انا بحب اتاكد من المعلومه وبنزل بتابع البحث بتاع الحاله اللي بنعمله وبتابع كل حاجه مش في القاهره بس يعني لا كل المحافظات يعني باقي المحافظات يعني هو مش مقتصر مؤسسه اهل بلدنا على القاهره بس ولكن باقي المحافظات وطبعا الارقام ظاهره على الشاشه اي حد عنده مشكله اي حد محتاج حاجه هيتكلم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه.